السلام عليكم مراد العمارتي، ممكن تهضرنا شويه على القصيده اللي قريتي اليوم ولا على عموم القصائد الكوميديه اللي كتكتبي؟ السلام عليكم. اولا قبل كل شيء كنشكركم بزاف على هذه الاستضافه ديالكم. القصيده ديالي اليوم الفقير الفاسوخين هي قصيده هزليه، زجليه هزليه، كتعالج ظاهره التبرك بالاضريحه والشعوذة في المغرب. لحقاش الناس بزاف عندنا في المغرب تيامنوا بهذه الشعوذة وهاد الخرافات بالاولياء يعني بالجن، وخا الجن حنا كنامنوا به لحقاش موجود، ولكن كاينين الناس اللي كيامنوا بالجن بواحد الطريقه مبالغ فيها، بحال اللي كيعتبروه شويه من الالهه، ان غادي يعطيهم وغادي يدير لهم وغيشافيهم وهادي وزعما كاين بون. قصيده بعنوان الفقيه الفاسوخين. يا مفتاح يا رزاق يا مسح كل الرزاق، زيدوا يا حتى قربوا شويه، راه كلامي ما هو كذوب ولا هضرتي بالخديعه مطويه. ما تضحكوش ما تكلموش، اللي يمسخكم سلطان الجن سيدي شمهاروش، ويصفتكم لثلث الخالي تونسوا الوحوش، وطلبوا التسليم من سيدي حمو بوجنويه، جيبوا الذبيحه والهديه وحاجتكم تصبح مقضيه. شايل لا يا سيدي بوعراقيه يا مول عكاز والطاقيه، حنا على هاد الجبنيه والجبليه وعطيهم شي وليد ولا بنيه. وهي الخزوانيك والشاطور يا مول الجوي والبخور، بركتك طلعت جبال وقطعت بحور، شوف بالحال هاد الحضور اللي غادي يدبروا عليا في الفطور. شايل لا يا سيدي الشرقاوي يا بو عبيد، جيت نزورك جيتي بعيد، يا اللي ذوبتي للدون وهرستي الحديد، غير بشوفتك يولي العتروس والفاب وبديد. وطلبوا التسليم وديروا النية، ما ينفع سحور ما يكتبكم السم الحية، تبراو المية كيا وكيا. يا لالا بين فيك مضيومة، عايشة في صداع ومهمومة، راجلك معدي عليك حشومة، تابع البلية والحيوح في الحومة. خلطي هاد العشبة مع الشبة والبوزة، مع القاع الرقي يحبك العدو، تباني ليه الروزة، وبابك عمر تعتبو رجلي العكوزة. وكلت عليكم الهادي من عيسى، مول القبب تقويصة، البوزة تيجاو غير بالهريسة، عليكم قاع بلا وسميسة. شايل لا يا سيدي عمر، يا المحطة مقلوب الغدا ومخبي صبرو في القبر، حتى سير تلعب، سير تلعب اولدي هادشي جهدك. شايل لا يا سيدي عبد الرحمن، عليك الامان يا مول المجمر، جيتي بين الامواج يا ساكن البحر، وطلبوا تسليم جواد المحضر. وانت مولاي مالك سار حتى تفكر، باين اللي حطيتي عليه يديك يتبخر، النحس قضى ليك على العمر، هاك هاد الحجاب اللي قعد لك الميمون والزهر، يتفتحوا البيبان والجيب يعمر. وانت يا اختي باين عليك ما شبعاش نعاس، راكبك الشك وساكنك الوسواس، عندك التابعه وحاضنك عيني الناس، باغيه غير شي ولد الحلال خدام ودير لاباس. خويا هاد التفوسيخه وسببي بسبابك، الخطاب يوليو حبابك، عمرهم يخطاو بابك، وتنتعي بشبابك. يا اللي وجهه عمره بالحبوب، واللي راسها كلا تونسونيه والموب، واللي هرب عليها المحبوب واللي مشدود، يا اللي طالع عليها القرده شده تبوليشه والعز والرعده، يا اللي فيها حرق المعده ما تشنشط بعز ما تشطح على قعده، ما تحضر الاسبوع ما تتمتع بزرده، تعالوا قربوا حدايا بعدا. دواكم عندي بركة مولي بوس الهام، المفرش ريش النعام، وسيدي قاسم زين لمواسم جدي، بخروا بصدوا بالصبر لبلدي، وبخروا بزبط سيدي عدي، مخلطه بالقنب الهندي، تولي وش عليك بحال النار كتهدي. يا اللي توقف تقول اح، وتجلس تقول اح، وتفيق تقول اح، وتنعس تقول اح، في حياتك ما مرتاح، علمتك على كل انسان دير ليها بالراح، وجهك مدلي وشعرك طاح، شويه ديال هاد الدهنه صنعوها العلماء مقشور الهنديه والتلاح، وتولي في البرنا دباح، ولا علام تلعب بالسلاح. سان في بليزير، فرحان ان الناس متفاعلين معايا، والحمد لله عندي اصدقاء بزاف. كنطرح القصائد ديالي اللي هما داخلين في لا كوميدي نوار، قصائد سياسيه هزليه ديال الحب، يعني في جميع شتى المجالات اتكلم في شتى المجالات، والحمد لله عندي واحد الجمهور ديالي في الفيسبوك، الناس متبعيني. عندي شي قصائد بحال واحد مغرب الزرواطه اللي وصلت ل 142 الف مشاهده، والحمد لله مسيره موفقه. شكرا جزيلا. شكرا لك، شكرا لك اختي، ربي يخليك.